انا اسمي محمد تيسير وجاي اتكلم على مشروعي اسمه روح دوت كوم. هو حل من حلول كتير قوي ممكن كل الناس تعملها لازمه المواصلات في مصر. انا بس عايز اتكلم الاول على ازمه المواصلات. احنا حوالي يعني حوالي كل واحد فينا بيقضي كام يوم في المواصلات؟ حوالي ساعتين 3 ساعات تقريبا. لو حسبنا 3 ساعات دول لكل واحد فينا هنلاقي ان احنا كل واحد فينا بيقضي حوالي 31 يوم في السنه، شهر كامل. شهر اكتر من اجازاتك، اكتر من وقتك، وقت الفراغ اكتر من الوقت انت تقريبا بتقعده مع اهلك. مع حسب يعني لو حسبنا ان كل واحد بياخد تقريبا مرتب 1000 جنيه، حسبنا ان في 10 مليون واحد بيركب مواصلات كل يوم، هتلاقي ابحاث بسيطه ان في 10 مليار جنيه بيصرفوا كل بيضيعوا في المواصلات على اساس دوت. تخيل ساعة يعني الوقت ده لو انت بتشتغل جزء منه بس كل يوم بتقعده في شغلك، لو الوقت دوت انت بتقعد بتستريحه او بتقعد حتى مع اهلك في البيت فانت كده كده بتستفيد منه، انما في المواصلات وقت ضايع ممكن نستفيد بيه في حاجات كتير قوي. الحل بتاعي هو عمل دليل المواصلات العامة اسمه روح دوت كوم. الهدف منه هو يكون فيه كل وسائل المواصلات العامة من اتوبيسات ومن ميكروباصات والمترو، او حتى ان شاء الله نفسنا نحط الاتوبيس النهري. نشوف شكله، هو شكله بسيط جدا عشان تخش عليه على طول. انت هدفك ان انت تقول انا في مكان معين عايز اروح مكان اللي انا عايزه، يعني مثلا لو اقول بتكتب فيه بيقول لك المكان اللي انت بيسجست عليك الاماكن نفسها، بدل ما تكتب اي حاجه ممكن تبقى مش مظبوطه ممكن تبقى غلط، تكتب فيه تقول مثلا انا في تحرير عايز اروح مثلا قصر العيني او عايز اروح رمسيس او مدينه نصر، فيقول لك ببساطه ممكن تاخد اتوبيس كذا او كذا او كذا. في المواصلات مختلفه، ممكن تركب المترو فممكن يقول لك اركب المترو الخط الفلاني او اركب ميكرو باص انزل في الحته الفلانيه. تمام، هنحاول دلوقتي نشوف الموقع نفسه. ده الموقع، خش عليه. يعني هنا انا مثلا دورت من تحرير لرمسيس فقال لي ممكن اركب الاتوبيسات دي، دي اتوبيسات حقيقيه موجوده فعلا. ممكن تجرب اي حاجه تانية، يعني مثلا لو عايز اجرب بيجيب لي طبعا اماكن ممكن اختار. هنا هو قال لي ان انا ممكن اركب ترام بيروح مدينه نصر. دلوقتي احنا في بنحاول لسه بندخل باقي البيانات اللي موجوده كل خطوط المواصلات. النهارده دخلنا المترو، يعني اللي عايز يركب المترو بيخش هيلاقيه على السايت. هنكمل باقي خطوط المترو وباقي خطوط الميكروباصات، مستنيين الناس دلوقتي تخش في الايام الجايه ان شاء الله. هنفتح الموقع الناس كلها تخش، تقدر تشارك، تقدر تعدل في الحاجات اللي موجوده، تحط حاجات اصح، حاجات هي مش موجوده عند الحكومه دلوقتي. اقول الميكروباصات نفسها بتمشي فين بتروح فين. وعايزين نعمل خواص ثانيه ان هو حتى بدل ما انت بتاخد مواصله واحده، لا لو عشان انا ممكن اخد مواصلتين ازاي اوصل المكان اللي انا عايزه، ونحاول نرتب لك الحاجه دي بحيث ان انت ما تمشيش في طريق زحمه توصل المكان اللي انت عايزه في اقل وقت واسرع، بحيث ان انت ما تضيعش وقت كتير في المواصلات، تستفيد الوقت ده في حياتك. لو عايز تشتغل فيه تشتغل، لو انت عايز تروح تستريح تتفسح يبقى الوقت ملكك. بس شكرا.